نعم ولدي عنده جوج الاجازات وعنده في موريال با لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. الا قرا ولده هو في جامعه مونتريال، حنا قرينا في جامعه تريال ونفتخر. شاف فيا بالانجليزي انا انجليزي قال يو ار كريزي، هل انت احمق؟ قلت له علاش؟ ما تيدخلش الكلية الحقوق اللي عنده 19 في المعدل. حشومه انه تتقول ار يو كريزي. ولادكم قريتوها، ولادكم قريتوها، ولاد الشعب همشوها، ولاد الشعب همشوها، ولاد الحال شوها، واد على شوها، واد واد على شوها، اللي زاد انه اثر علينا حنا كطلبه والتصريح ديال الوهبي البارح عيب صح. حشومه حشومه انه تتقول ار يو كريز، كيفاش انه حنايا كمغاربه مواطنين خرج واحد البلاغ اللي كيقول بانه غاد كاين امتحان، كاين مباراه ديال 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 المحاماه، وانه اللي جاب مجموع ديال 80 انه غيدوز لوران ياك. انت كتقول البارح جاتني اللي استفدت 800 وصبرت الضغوطات انه باش تزاد، كيف يعقل انك يعني من تي كتقول ضغوطات يعني كاينه ان في هذيك النتيجه. اليوم حنا عندنا سؤال واحد، اي اتفاق لطلبه الحقوق اليوم؟ اليوم كاينه 60000 كدوز امتحان ديال المحاماه، غدا كاينه 80000 كدوز ديال المنتدبين، عندك 40000 كتقرا في الدار البيضاء، 30000 هذا. اذا حنا الا ما كناش غادي نكونوا هاد الناس من اجل اللي اصل في هذا الشيء كامل هو ان طلبه الحقوق خصهم الحق في الشغل بعدا باش ما نحرفوش النقاش. هاد النتائج اليوم حنا جينا هنا فقط لشيء هو فتح تحقيق في تلك النتائج. الا قرا ولده هو في جامعه مونتريال، حنا قرينا في جامعه تريال ونفتخر. باش يخرج يستفز المغاربه ولدي كيقرا في مونتريال، هذا اقرار منك يا سيد وزير العدل على انه راه ما كيقري في ولاده في المغرب غير السيد لاباس عليه، اما الطبقات المسحوقه راه ما عندهمش باش يقري ولادهم وما غيقراوش ولادهم، حتى لا قرا ولادهم راه ما غاديش يدوزوا. لذلك اليوم مطالبنا واضحه واضحه وضوح الشمس في قارعه النهار.